بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ في درس جديد بعنوان Spanning Set and Linear Independence. طيب، قبل ما نبدأ في Spanning Set وشرحها بالتفصيل، رح نتكلم على شيء اسمه Linear Combination. Linear Combination، إيش هو Linear Combination هذا؟ باللغة العربية معناه التركيبة الخطية. طيب، أنا ما فهمتها مصعب، أديك إياها باختصار. الفيكتور سبيس، الفي هنا شرح الكلام هذا، يقول لك اذا انا كان عندي فيكتور سبيس سميته في، هذا مجموعه غير خاليه نن امتي ومعرف عليه عمليتي الجمع والضرب، تمام. طبعا الفيكتور سبيس احنا شرحناه في السابق، قلنا هي مجموعه غير خاليه معرف عليها عمليتي الجمع والضرب وتحقق 10 شروط. كل عنصر من عناصر الفيكتور هذا رمزنا له برموز صغيرة، لو فاكرين U V V U K أي حاجة، تمام. أنا أقدر أكتب الفيكتور هذا على شكل linear combination. إيش يعني؟ يعني أكتبه على شكل عدد مضروب في مجموعة فيكتورز. شوفوا scalar مضروب في فيكتور زائد scalar مضروب في فيكتور وهكذا. هذا الفورم هذا اللي هو V يساوي C واحد U واحد، هذا يسمى linear combination. هذا يسمى إيش؟ linear combination. إذن linear combination يقول لي vector V، هذا الفيكتور هو ينتمي إلى الفيكتور سبيس الأسهل أكبر منه V، هذا نسميه linear combination. طيب إيش هو linear combination؟ أنا أكتب، تمام، تركيبة خطية على الصيغة التالية، هذه هي، واضح؟ حيث أن C1 و C2 و CK هي scalars، أعداد تنتمي إلى الريال نمبر. طيب تعال نشوف example 1 يشرح لك إيش الصورة العامة للينير كومباينيشن. إذن أول زي عندي linear combination هو يكتب على الشكل التالي V يساوي C1 في U1 زائدا C2 في U2 زائدا C3 في U3 إلى ما لا نهاية حسب إيش الفيكتورز اللي عندي، تمام. هذه صورة linear combination، هذه صورة linear combination. طيب شوف اكزامبل 1 يعلمك على بعض ايش الامثله لللينير كومباينيشن. مثال، شوف هنا قال لك اعطاك ست في الار 3، تمام. الست هذا مكون من ايش؟ مجموعه فيكتورز. شوف الفيكتور هذا الست هذه مكون من مجموعه فيكتورز، هذا الفيكتور 1 3 1 وهذا الفيكتور الثاني 0 1 2 وهذا الفيكتور الثالث 1 0 سالب 5. يقول لك ال V1 هذه ال V1 هي linear combination لل V2 وال V3. ليش؟ لأنه شوف قال لك الشكل العام لل V1 يساوي C اللي هو الثلاثة هذا مضروب بال V2 زائد C في V في ثلاثة. يعني هنا لو جيت كتبت ال V1 تساوي C U1 زائد C U2. ال C هنا في هذه الحالة هنا اسمه الثلاثة، والسي الثانية هي إيش؟ واحد. إذن ما هو linear combination؟ هو عبارة عن فيكتور. طيب مما يتكون الحاصل جمع إيش؟ أي سكالر مضروب في فيكتور آخر زائد أي سكالر مضروب في فيكتور آخر وهكذا، تمام. لاحظ فقرة بي برضو يقول لك هذا المثال على الفيكتورز على شكل مصفوفة من السالب 2 في 2. لاحظ V1 وهذه V2 وهذه V3 وهذه V4. فجاء قال لك انه V1 is a linear combination of V2, V3 and V4. ليش؟ لانه شوفوا ال V1 عبارة عن V2 زائد 2 V3 زائد ناقصا في 4. لو تيجي لو تشوف هذه المثال على الشكل التالي، ال C1 هنا اللي على ال V2 هذه 1 وال C2 هي 2 سكالر وال C3 هي سالب 1. هتفهم الان معناته، هو بس بيعرفك على الشكل ايش؟ ال linear combination، هذا شكل linear combination، تمام.
يعني هو بس بيوضح لك في هذا المثال انه ال V1 هنا، شوف ال V1 في الفقرة، في الفقرة A كتبناه على شكل linear combination، بس توضيح. ولاحظ انه الثلاث هذه سكالر والواحد هنا سكالر، واضح؟ الاس مجموعة جزئية من ال R تربيع، و V1 is a linear combination of V2 and V3. طيب هذا خلاص، هذا example 1. الآن نجي لطريقة كتابة linear combination في example 2، هذا المهم. example 1 بس عرفك على linear combination، قلنا linear combination يتكون من الشكل التالي: V1 يساوي C، U1 زائد C، U2 وهكذا. طيب الآن في هذا المثال بيعلمني على طريقة كتابة linear combination، أو بمعنى آخر كيف نوجد السكالرز. طيب example 2 يقول لي write the vector W متكون من 1 1 1 3 component as a linear combination of vectors in set S. طيب تعال نحل المثال نفهم ايش الفكرة. قال لي example 2 بالأمثلة حنفهم كل أمثلة أو بكل كل أفكار الدرس. قال لي write the vectors W، أعطاك vector سماه W مكون من 3 component 1 1 1 as a linear combination of H of vector in the set S. تمام. طبعا هذا الفكتور مكون من ايش؟ من 3 كومبوننت، يعني R كم؟ R 3 كما هو موضح في السؤال. R كم؟ يعني R 3 ما يحتاج، هو قال لك خلاص 3 كومبوننت يعني R 3. طيب تعال نبدأ نحل. طريقة الحل من يوم ما يقول لك write the vectors يعطيك الفكتورز as a linear combination، يعني باك تكتب الفكتور على الشكل التالي. ما هو الشكل عام؟ أول شيء أخذنا أول قانون في هذا الدرس وفي هذا الدرس هو ال V يساوي، تمام، أو ال W تساوي إيش؟ C1 V1 زائد C2 V2 زائد C3 V3. هذه الرموز عادي أحطها U أحطها J عادي فيكتور، وهذه ثوابت C1 C2 C3. تمام. إذن أول سؤال، أول فكرة في هذا الدرس يعطيني فيكتور من عنده يسميه W يسميه S يسميه V أي حاجة، تمام، ويقول لي اكتب لي هذا الفيكتور على شكل linear combination. linear combination هو الشكل العام، معادلته كالتالي. طيب يلا نعوض في القانون. هو أعطاني الفيكتور W صح مكون من 1 1 1، فأجي تمام علما بأنه أعطاني الست S كمان، هذه معطاة في السؤال ما كتبناها. الست S هذه مكونة من التالي: S تساوي 1 2 3 و0 1 2 و -1 0 1. طبعا هذه نسميها V1 وهذه نسميها V2 وهذا نسميه في 3 فيكتورز، ثلاثة فيكتورز عندي داخل الست. طيب السؤال اكتب لي هذا الفيكتور اللي معطيني اياه في السؤال W as linear combination من ايش؟ الفيكتور in the set S. طيب القانون هذا اول شيء اعطاني ال W، اقوم بالتعويض في المعادلة، اقول يساوي هذه المعادلة، ها يلا انسر الحل. عندي ال S ال W كم؟ 1. تمام. الدبليو كم عندي؟ 1 1 1. طيب دقيقة بس، يلا يعني باختصار احنا ايش نحتاج؟ نحتاج ان نوجد السي واحد والسي اثنين والسي ثلاثة، لان الدبليو عندي والفي واحد والفي اثنين والفي ثلاثة هي مجموعات داخل الست، هي منتجات داخل الست.
فانا احتاج ان اوجد السي 1 والسي 2 والسي 3 عشان اكتب الايش الفيكتور دبليو از لينير كومباينيشن. صيغه اللينير كومباينيشن هذه هي. يلا بسم الله. الحل 1 1 1 في الطرف اليسار عوض بالدبليو في الطرف اليسار يساوي. انا احتاج اوجد السي 1 والسي 2 والسي 3 يا المجاهيل. سي 1 تمام في في 1. الفي 1 ايش هي؟ هذه اللي هو ايش 1 2 3 زائدا سي 2 في الفيكتور 2 اللي هو مكون من 3 كومبوننت 0 1 2 زائدا السي 3 مضروبه في الفيكتور الثالث اللي هو السالب 1 وصفر 1. انا اقوم بعمليه ضرب السي في كل قوس فادخل واقول يساوي اضرب السي 1 في 1 وفي 2 وفي 3 ادخل جوه القوس فصار عندي القوس كالتالي سي 1 في 1 بيو سي 1 فاصلة سي 1 في 2 يعطيني ايش 2 سي 1 فاصلة سي 1 في 3 يعطيني 3 سي 1 زائد ادخل السي 2 في المركب المضروبة فيها سي 2 في 0 بصفر بعدين سي 2 في 1 يعطيني سي 2 بعدين سي 2 في 2 يعطيني 2 سي 2 قفل القوس زائد اضرب سي 3 في القوس تبعه سالب 1 في سي 3 يعطيني سالبا سي 3 وهذا صفر وهذا ايش سي 3. ما سويت ولا حاجه بس انا اخذت الدبليو اللي معطيني اياه في السؤال وكتبتها في المعادله واخذت الفي 1 والفي 2 والفي 3 اللي معطيني اياه في الست وكتبتها في المعادله والسي 1 ضربتهم جوه القواس. هذه اول خطوه هذه اول خطوه. طيب الان شو اسوي؟ اجمع العناصر المتناظره جمع عادي هنا من كل فيكتور هذه مع هذه وهذه مع هذه صح والثانيه هذه مع هذه هذه مع هذه الثاني مع الثاني والثاني مع الثالث والثاني مع الثاني مع الثاني والثالث مع الثالث مع الثالث واكتبهم خلاص يساوي سي 1 زائد صفر ناقص سي 3. ايش حيطلع عندك؟ المركبة الأولى عبارة عن سي 1 ناقصا سي 3 لأنه السي 2 بزيرو فاصلة. أمسك الكومبوننت الثانية بالأحمر 2 سي 1 زائد سي 2 زائد صفر. ايش يبقى عندي؟ هذه فاصلة 2 سي 1 زائد سي 2 تمام زائد صفر فاصلة. أجمع اللي بنفسجي 3 سي المركبة الثالثة 3 سي 1 زائد 2 سي 2 زائد سي 3 فأكتبها 3 سي 1 زائد 2 سي 2 زائد سي 3 تمام. اجمع المتقابل في الطرف اليسار عندي 1 1 1 واضحه. اذا اول خطوه في 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 كتابه اللينير كومباينيشن اول شيء يعطيني فيكتور جاهز. هو اعطاني فيكتور في السؤال دبليو ويعطيني الست داخل الست في مجموعه فيكتورز في 1 في 2 في 3 بين كل فيكتور في فاصله. شو اسوي؟ اعوض بالدبليو في الطرف اليسار واعوض في المعادله اشيل في 1 واحط مكان الفيكتور في 1 واشيل في 2 واحط مكان الفي مكان الفيكتور 2 وهكذا اقوم بالضرب ادخال السي هذه الثوابت اللي في القانون في ايش الاقواس جوا ومن ثم اجمع العناصر المتناظره. صارت عندي هذه المعادله من التساوي. الان من التساوي هذه معادله فيها مساواه يسار ويمين. من التساوي ينتج لدي نظام معادلات. كيف اكتب نظام المعادله زي ما تعلمنا؟ هذا مو الاول مع الأول، العنصر الأول في اليسار مع العنصر الأول في اليمين، والعنصر الثاني في اليمين مع العنصر الثاني في اليمين، والعنصر الثالث اللي هو الواحد اللي في اليمين آخر واحد مع العنصر الثالث في اليمين. إذا أقوم بكتابة معادلة زي ما تعلمنا في السابق، فهذا العنصر يقول لي سي 1 ناقصا سي 3 ويساوي إيش؟ أجمع المتناظر مع أول عنصر مع أول عنصر. أو مو ما أجمع يعني أكتبه إيش في المعادلة يساوي 1. بعدين أمسك إيش الكومبوننت الثاني حط لي أنا بالقلم الأخضر
اللي هو الثاني اكتبه تحت المعادله الاولى، معادله خطيه، بكتب لينير سيستم ايكويشن، فيكون عندي ايش؟ 2 سي 1 زائدا سي 2 يساوي 1. اكتب المعادله الثالثه اللي هي 3 سي 1 زائدا 2 سي 2 زائدا سي 3 ويساوي 1. تمام. الآن هذه معادلة خطية عندي، أقوم بحلها عن طريق جاوس جوردن أو تمام، اللي هي ريديوس رو إشلين فورم. تمام. طيب يعني الآن هحتاج إني أكتب مصفوفة، المصفوفة هذه سميها إيه، سميها بأي أي حاجة، مصفوفة مكونة من إيش تكتبها من هذه المعادلة، أو تطلع فوق، شايف الـ V1؟ اكتبه في العمود الاول، 1 2 3. شايف الـ V2 عناصر 0 1 2؟ اكتبه في العمود الثاني، 0 1 2. شايف الـ V3 -1 0 1؟ اكتبه في العمود الثالث، -1 0 1. بعدين تحط الخط هذا وتكتب ايش؟ الثوابت هذه اللي على اليمين، الثوابت 1 1 1. إذن خطوات الحل، أول حاجة لازم أكون حافظ هذه المعادلة الصيغة العامة، يعطيني فيكتور W ويعطيني الست، داخل الست هذه V1 V2 V3 V4 حسب ما يعطيني. تمام. فإيش أسوي؟ أقوم بتعويض مباشر في المعادلة، W في اليسار و V1 القوس الأول، V2 القوس الثاني، V3 القوس الثالث، وأقوم بعملية إدخال السيات في الأقواس وأجمع العناصر المتناظرة، ومن ثم من حنتج لي هذه المعادلة هذا النظام، أكتب النظام بطريقة إيش؟ المساواة، هذا الحد الأول مع الواحد الأولى، الحد الثاني مع الواحد الثاني، الحد الثالث مع الواحد الثالث، ومن ثم أقوم بعملية إيش؟ كتابة المصفوفة الموسعة الأوجمنتيد ماتريكس، اللي هي عبارة عن مصفوفة الكوفيشنت هذه اللي على اليسار السيستم لينير إيكويشن، والعمود الأخير هو إيش؟ عمود الثوابت. لو 1 1 1. تمام. طيب يعني كأني أنا أخذت الـ V1 والـ V2 والـ V3 وحطيتهم كأعمدة في المصفوفة. الآن هذه خلاص قلنا إيش، هذه C1 عمود، وهذا C2 وهذا C3. الآن أقوم بإجراء عمليات كالتالي، أنا إيش بحلها بالريديوس إشلين فورم. الريديوس إشلين فورم هو إني أخلي أول عنصر لا يساوي 0 و1، وما تحته أصفار وفوقه أصفار. أبدأ من الصف الأول، الصف الأول عندي 1 خلاص تمام، هدف الآن أصفر 2 و3. فيش أسوي؟ أقدر أقول أضرب الصف الثاني -2 في R1 زائدا R2، والناتج أكتبه في R2 كده. صفرت الاثنين اللي في الصف الثاني، واقدر كمان اصفر الثلاثة. فايش اقول؟ -3 اضربه في الصف الاول زائدا R3، والناتج اكتبه في R3. طيب يلا، يعني الصف الثاني يبقى كما هو، اللي هو 2 1 0 1. الصف الاول الصف الاول اللي يبقى زي ما هو، معلش، الصف الأول هو 1 0 -1 1، اللي عيمين علامة السهم هذه هو اللي حيتغير، الصف الثاني حيتغير والصف الثالث حيتغير. إذا أول شيء حقول أقوم بإجراء عملية على الصف الثاني، -2 في 1 الصف الأول زائد 2 يطلع 0، بعدين -2 في 0 زائد 1 يطلع بواحد، -2 في -1 يعطيني 2 زائد 0 يعطيني 2، -2 في 1 يعطيني -2، +1 يعطيك ايش؟ -1. الآن نقوم بتبيش بإجراء العملية على الصف الثالث، -3 في R1 يعطيك 3، -3 زائد 3 0، -3 في 0 زائد 2 يعطيك 2، -3 في -1 يعطيك 3 زائد 1 يعطيك ايش؟ 4، -3 في 1 هنا يعطيك -3 وزائد 1 يعطيني ايش؟ -2. تمام. الآن
خلص من ايش العمود لو اجل الصف الثاني. اول عنصر لا يساوي الصفر هو الواحد، تمام. لازم اخلي اللي فوقه اصفار وتحته اصفار، احلها بطريقه جاوس جوردن اليمينيشن. طيب ايش اسوي؟ العمليه كالتالي، حيكون ايش، اضرب الصف الثاني في سالب 2 واجمعه مع ايش الصف الثالث عشان اصفر ايش الاثنين اللي في الصف الثالث. فاقول سالب 2 ار 2 زائدا ار 3، والناتج اكتبه في ار 3. دائما اللي بعد علامه المساواة الثاني هو اللي ينكتب بعد السهم، معنى اخر هو اللي حيتغير، يعني الصف الثالث حيتغير، الصف الاول حيبقى زي ما هو، واحد صفر سالب واحد واحد، والصف الثاني يبقى زي ما هو، صفر واحد اثنين سالب واحد. الصف الثالث اللي حيتغير، اضرب الصف الثاني في سالب اثنين واجمعه مع الصف الثالث، والناتج اكتبه في الصف الثالث. هنا حيكون صفر، بعدين سالب اثنين في واحد، سالب اثنين زائد اثنين صفر، بعدين سالب اثنين في اثنين يعطيك سالب اربعة زائد اربعة صفر، بعدين سالب اثنين في سالب واحد يعطيك اثنين ناقص اثنين صفر، تمام. طيب الان كده انا خلاص وصلت للريديوسيشن فور، ما احتاج اني اجري العمليه الثانيه. ليش؟ لان الصف الاخير كله اصفار. انا كده وصلت للريديوسيشن فور، تمام. الصفوف الصفريه قلنا في الريديوسيشن فور كلها في البوتوم، وما عندي صف صفري بين صفين غير صفريين. اذا شروط الرو ايش الانفورم تحققت عندي الان. الان ايش اسوي؟ اقوم بكتابه سيستم اوف لينير ايكويشن من هذه المصفوفه اللي نتجت لي. فلاحظ انا عندي قلنا خلاص هذا العمود سي 1 وهذا العمود سي 2 وهذا العمود سي 3 وهذا الكونستنت زي مثلا بي. يلا نكتب الان المعادله الاولى من الصف الاول. عندي السي 1 والسي 2 بصفر وسي 3 ناقصا سي 3 يساوي ايش العمود الاخير اللي هو الواحد. ومن الصف الثاني السي 1 بزيرو والسي 2 بواحد، يعني حتقول سي 2 وسي 3 كم قيمتها؟ 2، فتقول زائدا 2 سي 3 يساوي سالب واحد، تمام. وال ال ال الصف الأخير أصفار، فما خلاص ما يعني صفر يساوي صفر ما حيفرق معاي. طيب صفر يساوي صفر، هذا إيش يذكركم من شابتر واحد؟ هذا معناته إنه هذا النظام له infinite number of solution. لاحظ التالي أساسا، لاحظ إن أنت أصلا عندك معادلتين في ثري فاريبل، هذه المعادلة الأولى وهذه المعادلة الثانية، وكم مجهول عندك؟ سي واحد وسي اثنين وسي ثلاثة. إذا كان هذا من شابتر واحد، إذا كان عندي معادلة، إذا كان عندي عدد المعادلات أقل من عدد المتغيرات، أو تقول إنه عدد المتغيرات أكبر من عدد المعادلات، هنا فحيكون عندي النظام هذا له infinite number of solution. وكيف يحل هذا النظام؟ باستخدام الباراميتر. باستخدام الباراميتر. إذا كان عندي في إحدى المعادلات الثلاثة أو في إحدى الصفوف اللي في المصفوف حق الريديوسيشن فورم كل صف أصفار، فهذا النظام له انفينيت نمبر أوف سوليوشن. معنى آخر، إذا كان الصفر يساوي صفر، على طول حتقول هذا النظام هاز انفينيت نمبر of solution. طيب ايش استفيد انا؟ وهذا قلنا اذا كان عندي النظام infinite number of solution فاستخدم الباراميتر. الباراميتر افرض حرف من عندي وايش؟ واوجد حل النظام. طيب كيف اختار او كيف اعرف عدد الباراميتر اللي حختارها من المعادلة هذه؟ كم عدد الفاريبل عندك؟ سي واحد وسي اثنين سي ثلاثة، يعني كم؟ ثلاثة، فتقول ثلاثة ناقص. كم عدد المعادلات عندك؟ معادلتين، واحد اثنين، فتقول ثلاثة ناقص اثنين يساوي واحد. إذا من هذه المعادلة اللي هي أطرح
عاد المتغيرات ناقص عاد المعادلات ينتج لي كم نمبر اوف باراميتر اللي حستخدمه. صار عندي واحد باراميتر، إذن حقول إيش؟ كالتالي هذا النظام لو انفينيت نمبر اوف سوليوشن فأفرض عندي باراميتر. طيب إيش اللي حافرض؟ وأنا عندي سي واحد سي ثلاثة وسي اثنين، ما هو الباراميتر اللي حافرضه؟ هل هو سي واحد ولا سي ثلاثة ولا سي اثنين؟ إيش قلنا؟ نشوف أي واحد من المجاهيل متكرر في المعادلتين. لاحظ إنه السي ثلاثة في المعادلة الأولى موجودة والسي ثلاثة في المعادلة الثانية موجودة، إذن أختار الباراميتر بناء على أكثر فاريبل ظهر عندي في إيش؟ في المعادلة. السي ثلاثة في المعادلتين ظهر، بما إنه ظهر مرتين إذن هو اللي حختاره آز باراميتر، فأقول السي ثلاثة تساوي تي، أختار أي حرف، أنا اخترت تي بكيفي، حيث أن التي تمام تنتمي إلى مجموعة الأعداد الحقيقية. طيب من المعادلة الأولى والمعادلة الثانية أنا الآن اخترت السي ثلاثة هي إيش؟ الباراميتر. إذن إيش أسوي؟ حخلي السي واحد والسي اثنين في طرف والسي ثلاثة في طرف، فأقول من المعادلة الأولى هو هنا من المعادلة الأولى السي واحد إيش تساوي؟ واحد والسالب سي ثلاثة طول الطرف اليمين معكس اليسار يصير زائدا إيش؟ سي ثلاثة. والمعادلة الثانية برضو إيش؟ أخلي إيش؟ السي ثلاثة في طرف، فأقول السي اثنين تساوي سالبا واحد وموجب اثنين صير إيش؟ ناقصا اثنين سي ثلاثة. السي ثلاثة إيش هي؟ فرضناها تي. بكل بساطة أشيل السي ثلاثة في المعادلتين وأحط مكانها تي بس، فأقول سي واحد تساوي واحد زائدا التي اللي هي تساوي سي ثلاثة. والمعادلة الثانية أقول سي اثنين يساوي ناقص واحد ناقص اثنين وأشيل السي ثلاثة وأحط مكانها تي، تمام. بس أنت كده الآن انتهى حلك. بما أنه هذا النظام له infinite number of solution فأنت اختار أي قيم عندك عادي. هو الآن يباك تكتب إيش؟ المعادلة، يعني يباك تكتب السي واحد والسي اثنين والسي ثلاثة. فبما أنه النظام طلع له infinite number of solution عدد لا نهائي من الحلول وفرضنا باراميتر، أنت اختار أي رقم من عندك ينتمي للريال نمبر. فرضا اختار مثلا لت، اختار مثلا تي تساوي واحد، عوض بها في المعادلتين هذه، فتقول السي واحد تساوي واحد زائد واحد يساوي كم؟ طلع اثنين. والسي اثنين لما تعوض بها في المعادلة الثانية عن كل تي بي اثنين، سالب واحد ناقص اثنين في اثنين يعطيك ايش؟ ناقص اربعة. هنا سالب اثنين في اثنين يعطيك كم؟ سالب اربعة. تقدر تتأكد هنا المعادلة سي، يعني هتقول سي واحد ناقص اثنين في ايش؟ في واحد. شو يساوي؟ سالب واحد، سالب اثنين في واحد يعطيك ايش؟ هنا سالب واحد، هنا قلنا سالب اثنين في سالب موجب يعطيك سالب اثنين، سالب اثنين ناقص واحد يعطيك سالب ثلاث. والسي ثلاثة قلنا خلاص فرضناها ايش؟ هي تي اللي تساوي ايش؟ واحد. إذا الخطوة الأخيرة الآن شو أسوي؟ المعادلة اللي أنا كتبتها في بداية السؤال الـ W تساوي سي واحد في واحد زائدا سي اثنين في اثنين زائدا سي ثلاثة في ثلاثة، جبت أنا قيم السيهات صح؟ أعوض بها في المعادلة، فأقول الـ W تساوي السي واحد بكم؟ اثنين في واحد زائدا السي اثنين بكم؟ ثلاثة سالب ثلاثة صح؟ فنقول ناقصا ثلاثة في اثنين، والسي ثلاثة بكم؟ واحد، تقول زائدا في ثلاثة. وهذا هو هذه معادلة اللينير كومباينيشن المطلوبة. تمام، نعيد خطوات الحل عشان لا أحد يقول لي الحل طويل. الحل بسيط بس يبغى لك تروق. أول شيء، أول فكرة في هذا الدرس يقول لك اكتب لي، يعطيك فيكتور من عنده يقول لك اكتب لي الفيكتور هذا آز لينير كومباينيشن. ما هو اللينير كومباينيشن؟ هو معادلة على هذه الصيغة.
سي واحد في واحد زائد سي اثنين في اثنين زائد سي ثلاثة في ثلاثة وهكذا، حيث أن السيهات هي المجهولة، والفيات معطيني إياها داخل الست، والدبليو أو الفيكتور يعطيني إياها في السؤال. إيش أسوي؟ أعوض بالدبليو أو أي فيكتور معطيني إياه في الطرف اليسار، وسي واحد وسي اثنين وسي ثلاثة هي المجاهيل، وواحد اثنين ثلاثة هذه الفيكتور واحد فيكتور اثنين فيكتور ثلاثة، من فين أخذها؟ من الست اللي كتبني إياه في السؤال، هذا معطى، وأقوم بعملية تبسيط أدخل السيهات داخل كل الفيكتورز، وأجمع العناصر المتناظرة الأول مع الأول مع الأول، ينتج لي هذه المعادلة أو هذا النظام. أساوي بما أنه في مساواة، أجمع أحط المعادلة الأولى تساوي واحد، المعادلة الثانية تساوي اثنين، المعادلة الثالثة تساوي ثلاثة، نتج عندي نظام معادلات خطية. أنا أبغى قيمة السيهات يعني الكوفيشنت، أقوم بعملية كتابة مصفوفة موسعة تحتوي على عمود أو تحتوي على إيش الثوابت الكوفيشنت، وعمود آخر عمود اللي هو إيش الفيكتور المعطيني إياه W. لاحظ انه السي واحد وسي اثنين وسي ثلاثة هذا الظاهر عندك. خلاص تقوم بجراء عمليات الريديوسيشن انفورم اللي هو تجعل كل عنصر لا يساوي صفر واحد وما تحت اصفار وفوق اصفار زي ما تعلمنا، وتوصل كده تجيب قيمة السي واحد وسي اثنين وسي ثلاثة، تشوف مثلا النظام مثلا عندك طلع مثلا انفيريد نمبر اوف سوليوشن، فتفض باراميتر في النهاية تختار أي رقم من عندك، بما أنه في number of solution اختار أي رقم من عندك، وقم بإيش تعويضك في المعادلة العامة لنير كومبينيشن. واضح السؤال؟ هو يعني الفكرة السؤال ما هي صعبة، لكن بس إيش بدك تركز. طيب نأخذ مثال ثلاثة example 3 عندكم في السلايد، يعني ما يحتاج إني أرجع، خلاص أنا بكتب السؤال example. نقرأ السؤال من هنا. طيب قال if possible، إذا كان ممكن write the vector W، أعطاك الفيكتور W مكون من 3 component 1 وناقص 2 و 2 as a linear combination، يعني زي سؤال واحد، of vector in the set S from example 2. تمام، يعني السؤال كالتالي زي example 1 بالضبط، خطوات الحل نفسها. أعطاني الدبليو بس غير للدبليو الفيكتور المعطى، أعطاني إياه يساوي واحد وسالب اثنين واثنين، والاس من نفس الاس اللي في example 1 اللي هي مكونة من الست هذه وعناصرها اللي هي واحد واثنين وثلاثة وصفر واحد اثنين وسالب واحد وصفر واحد. حلوين كده؟ طيب هذا السؤال، المطلوب يكتب لي الفيكتور هذا W as a linear combination، يعني أباك تكتب المعادلة سي واحد في واحد هذا سي اثنين في اثنين، أعطاك الـ W وأعطاك الفيات، وأباك توجد قيمة السي هذا تكتب المعادلة، هذه في واحد وهذه في اثنين، هذه في الخطوة الأولى واحد، نكتب المعادلة W تساوي سي واحد في واحد زائدا سي اثنين في اثنين زائدا سي ثلاثة في ثلاثة، هذه المعادلة تكون حافظها. الدبل معطيني إياها في السؤال، نعم، أقوم بتعويضي في الدبل في الطرف اليسار اللي هو واحد وسالب اثنين واثنين يساوي المجاهيل هي سي واحد، الفي واحد معطيني إياه في الست هو عبارة عن واحد واثنين وثلاثة زائدا السي اثنين، والفي اثنين اكتبها لي صفر واحد واثنين زائدا السي ثلاثة، واكتب الفيكتور ثري اللي هو السالب واحد وصفر واحد. أنا بسط الطرف اليسار خليه زي ما هو، يساوي أدخل السيهات داخل الأقواس، يعني هذا في ذا وذا في ذا وذا في ذا، يطلع عندك سي واحد، دخلها في القوس الأول يطلع عندي سي واحد واثنين سي واحد وثلاثة سي واحد. تمام، القوس الثاني زايدا دخل سي اثنين، هيطلع عندك هنا صفر
وسي 2 اضرب سي 2 في 2 يعطيك 2 سي 2 دخلت بس ايش الثابت في 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 القوس زائدا سي 3 في سالب 1 يعطيني سالبا سالبا سي 3 وصفر وسي 3 واضح. انا قم بجمع العناصر المتناظره يعني الاول هنا مع الاول في الثاني مع الاول في الثالث وهكذا. يلا يساوي سي 1 زائد صفر زائد ناقص سي 3 اذا الكومبوننت الاول حيكون سي 1 ناقصا سي 3 فاصله. الكومبوننت الثاني هو اللي هو 2 سي 1 وسي 2 وصفر اجمعهم 2 سي 1 زائد سي 2 تكتبوا كالتالي 2 سي 1 زائد سي 2 زائد صفر. الثالث مع الثالث اجمع الثالث مع الثالث 3 سي 1 وهنا عندك 2 سي 2 هنا عندك سي 3 فتقول 3 سي 1 زائد 2 سي 2 زائد سي 3 هذا ايش يساوي في الطرف اليسار اللي هو 1 وسالب 2 و2 ما يحتاج تكتبها خلاص. الان اقوم بايش بكتابه هذا الفيكتور هذا لينير سيستم خلاص. فنقول هذا الحد الاول اساويه مع الواحد فاقول سي 1 ناقصا سي 3 يساوي ايش العنصر الاول 1 والكومبوننت الثاني اللي هو 2 سي 1 زائد سي 2 يساوي سالب 2 العنصر الثاني. بعدين الكومبوننت الثالثة اللي هي 3 سي 1 زائد 2 سي 2 زائد سي 3 وتساوي لي الكومبوننت الثاني هو اللي هي دبليو هي ايش 2. الآن أكون من هذا النظام أكون المصفوف الموسع عشان أجيب قيمة السيئات. شوف يمديك تختصر حلك على طول ما يحتاج إنك تطالع في هذه المعادلة وتكتب إيش المصفوف. طالع بالفكتور عندك الفكتور واحد إيش هو واحد اثنين ثلاثة خذه وأكتبه كعمود أول واحد اثنين ثلاثة. الفكتور الثاني صفر واحد اثنين أكتبه كعمود ثاني صفر واحد اثنين. الفكتور الثالث اللي هو سالب واحد وصفر واحد اكتبه سالب واحد صفر وواحد. ومصفوفه موسعة يعني على اليمين حيكون ايش عمود الثوابت اللي في الطرف اليمين في اللينير سيستم اللي هنا واحد وهنا سالب اثنين وهنا ايش اثنين تمام. الآن أقوم بإجراء العمليات زي ما تعلمنا. أقوم بإجراء العمليات عشان أجد قيمة السيئات. أحاول أخلي أول عنصر في كل صف لا يساوي صفر أو واحد وما تحته أصفار فوق أصفار. أنا عندي أول عنصر في الصف الأول لا يساوي الصفر وهو الواحد تمام. إذا وظيفتي أخلي اللي تحته أصفار اللي هو الاثنين سالب ثلاثة. فإيش أسوي؟ أقوم بإجراء العملية التالية فأقول لو ضربت الصف الأول في سالب اثنين تمام وجمعته مع الصف الثاني والناتج أكتبه في الصف الثاني وأبغى أصفر الثلاثة فأقول أضرب الصف الأول سالبا ثلاثة في R1 زائدا R3 والناتج أكتبه في R3. يلا يعني الصف الأول هو اللي ما حيتغير عندي حيكون عندي واحد صفر سالب واحد حط الخطأ عشان لا تلخبط واحد. الصف الثاني والثالث حتغيروا سالب اثنين في الصف الأول يعطيك سالب اثنين زائد الصف الثاني باثنين يعطيك صفر. سالب اثنين في صفر صفر زائد واحد يعطيك واحد. سالب اثنين في سالب واحد يعطيك اثنين زائد صفر باثنين. سالب اثنين في واحد يعطيك سالب اثنين ناقص اثنين يعطيك ايش سالب أربعة. روح الصف الثالث سالب ثلاثة في الصف الأول يعطيك سالب ثلاثة زائد الصف الثالث يعطيك صفر. سالب ثلاثة في صفر بصفر زائد اثنين باثنين. سالب ثلاثة في سالب واحد يعطيك ثلاثة زائد واحد أربعة. بعدين سالب ثلاثة في واحد
سالب 3 وزائد 2 يعطيك ايش؟ سالب 1. تمام؟ انتهيت من العمود الأول. أجي العمود الثاني، أول عنصر لا يساوي الصفر والواحد، تمام. وأخلي باقي العناصر اللي فوقه واللي تحت أصفر، اللي فوقه صفر خلاص انتهينا. أجي في اللي تحته اللي هو الاثنين، كيف أصفره؟ أقدر أقول أضرب الصف الثاني في سالب 2 وأجمع مع الصف إيش؟ الثالث، فأقول سالبا 2 آر 2 زائدا آر 3، والناتج أكتبه فين؟ إيش اللي بعد علامة الجمع آر 3؟ إذا الناتج أكتب في آر 3. يلا الصف الأول زي ما هو، 1 0 سالب 1 1. الصف الثاني زي ما هو، 0 1 2 سالب 4. الصف الثالث اللي حيتغير، أضرب الصف الثاني في سالب 2 وأجمع مع الصف الثالث اللي حيكون 0، هنا حيطلع 0، هنا سالب 2 في 2 سالب 4 وزايد 4 برضو حيطلع 0، سالب 2 في سالب 4 يعطيك سالب 8 وناقص، هنا سالب 2 في سالب 4 يعطيك كم؟ 8 وناقص 1 يعطيك ايش؟ 7. الآن أشيك، هل وصلت للريديوس إشلين فور؟ طالع كذا، نعم وصلت للريديوس إشلين فور. دام الصف الأخير أصفار، تمام، ما يهمني عادي، أتكلم على اللي هنا على اليسار، سيبك من العمود الأخير. دام الصف الثالث أصفار خلاص كده وصلت للريديوس إشلين فور. الآن لاحظ عندك لو بتكتب المعادلات، خلينا نكتب المعادلات من السيستم اللي طلع المحاط، طبعا عمود السي 1 وهذا سي 2 وهذا سي 3 وهذا البي الكونستنت. يلا نكتب المعادلات. سي 1 يعطيك بواحد، يعني سي 1 زائد 0 ناقصا سي 3 يساوي 1. من اول صف كتبت ايش؟ المعادله الاولى. تعال في الصف الثاني، 0 سي 1 زائد سي 2، يعني تكون هنا سي 2 زائد 2 سي 3 ويساوي ايش؟ سالب 4. من الصف الثاني، من الصف الثالث عندك ايش؟ 0 يساوي 7. وقف هنا، 0 يساوي 7، هل هذا صحيح؟ هذا غير ممكن، 0 لا يساوي 7، هذا impossible، هذا impossible. واخذنا من الشابتر الاول اذا كان عندي في احدى لما اجري عمليات الريديوسيشن فورم ويطلع عندي عادي في احدى الصفوف صفر مثلا رقم لا يساوي رقم، فهنا فهذا النظام ليس له حل. هذا النظام نقول نو اخذناه من شابتر واحد، نو سوليوشن. ليش؟ لانه الصفر لا يساوي 7، كيف صفر يساوي 7؟ هذا خطا. فتقول ايش هذا النظام؟ نو سوليوشن. وتقول ايش؟ ان كونسيستنت، نظام غير متسق او نو سوليوشن. سو هو قال لك اكتب لي، حاول تكتب النظام هذا از لينر كومباينيشن. انا ما قدرت احل النظام اصلا، الثابت ما اقدر اطلعه لانه انا عندي فيه صف غير ممكن اني اوجد له حل، صفر لا يساوي 7. فاقول سو وي كانت، هذا بس توضيح، انت ما حتش تكتب وي كانت بي ريتن، لا يمكننا ان نكتب، تمام، الفيكتور دبليو اللي هو الفيكتور دبليو از الينير كومباينيشن. ليش؟ لانه طلع عندي صف الصف الثالث معادله غير صحيحه، بس ان فيكتور اس ان اس. واضح؟ واضح الفكرة؟ طيب هذا أول جزء من الدرس. إذن أول جزء ألخصه هنا على السريع كالتالي، أول سؤال يجيك في هذا الشابتر linear combination، تمام. الصيغة العامة للlinear combination أي فيكتور مثلا W V أي حاجة، سي 1 في 1 زائد سي 2 في 2 وهكذا. ايش يعطيك؟
يعطيك ال W الفيكتور هذا اللي في اليسار given معطى، ويعطيك الست S تمام، فيها مجموعات في واحد في اثنين في ثلاثة أو إلى ما نهاية حسب ما يعطيك تمام. فأنت إيش تعوض تمام، أخذ أولى تكتب المعادلة تمام، ومن ثم إيش تجيب نظام خطي حلو، تجيب تحل يعني يطلع عندك نظام خطي سيستم، تجي سيستم بعدين تحل هذا السيستم سولف لينير سيستم عشان تجيب إيش سي واحد سي اثنين وسي ثلاثة وهكذا، بعدين ترجع تعوض المعادلة هذه وبس. وضحت الفكرة؟